السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. قيادات في المنطقة العسكرية الثانية تزور نقطة بيخة غرب المكلا وتكرم المبرزين من أفرادها. تدشين أعمال مشروعي تجهيز المضمار وتأهيل قاعتين بالإستاد الأولمبي بسيئون. الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في العاصمة عدن. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. باركت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات وفد المجلس التفاوضي في حوار جدة الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة. ودعت هيئة رئاسة المجلس الشعب الجنوبي كافة إلى عدم الانجرار وراء الدعايات والأخبار المضللة التي تبثها وسائل الإعلام المعادية للجنوب وقضيته، مجددة تأكيدها على أن عملية التفاوض لا زالت مستمرة وستدعم توجهات المجلس لتحقيق تطلعات شعب الجنوب باستعادة دولته. وثمنت هيئة الرئاسة الانتصارات التي حققها أبطال الجيش والأمن الجنوبي في جبهات الضالع، وأكدت دعمها لجهود الهيئة العسكرية والأمنية الجنوبية لإلزام الجهات المعنية بصرف مرتبات العسكريين في الجنوب. هذا واستعرض الاجتماع البرنامج الخاص بفعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 14 من أكتوبر، والتي تنظمها الأمانة العامة بالتنسيق مع القيادات المحلية بالعاصمة عدن بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس القادم. أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك أن مشكلة رواتب وزارة الداخلية تم حلها في هذا اليوم. جاء ذلك خلال تغريدة نشرها اللواء بن بريك عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: في هذه اللحظات تم الإفراج عن مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بالعاصمة عدن، وسيليها مباشرة منتسبي وزارة الدفاع، وتابع ذلك بموجب الآلية المتفق عليها بين قيادات المنطقة الرابعة ووزارة الداخلية ورئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك. افتتح وكيلا وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح ناصر الصوفي والأستاذ جمال سالم عبدون مدرسة 30 نوفمبر بمنطقة قضية في مديرية بروم ميفع بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وخلال الافتتاح قام الوكيلان ومعهم مدير عام مديرية بروم ميفع ناصر الشعيبي بجولة تفقدية على حجرات الدرس والاطلاع على سير العملية التعليمية بالمدرسة المكونة من 3 صفوف دراسية ومكتب للمعلمين مع الملحقات، وتضم أكثر من 40 تلميذ وطالب من أبناء البدو الرحل. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدول إلى أن هذه المدرسة ستتيح للطلاب والطالبات من أبناء المنطقة فرصة مواصلة تعليمهم في منطقتهم لبناء مستقبلهم ومجتمعهم. زار رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية ورئيس شعبة التوجيه المعنوي وقائد لواء الشرطة العسكرية نقطة بيخة التابعة للواء الشرطة العسكرية. وفي مستهل الزيارة نقل رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية للجنود تحيات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتهانيه بذكرى 14 من أكتوبر المجيدة. وأشاد أركان المنطقة بالإنجازات التي حققها أفراد النقطة في ضبط المخالفين والممنوعات من الدخول، وكذا تمتعهم بالحس الأمني واليقظة العالية. وأعرب أركان المنطقة عن جزيل شكره وتقديره لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية على دعمها السخي للمنظومة العسكرية والأمنية. وفي ختام الزيارة تم تكريم المبرزين في النقطة نظير جهودهم وأعمالهم في حفظ أمن السكينة العامة. تمكن أفراد نقطة بالفقيه البحرية بالمكلا التابعة لمحور الدعم والإسناد من إلقاء القبض على 7 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة خلال اليومين الماضية.
وفي اليوم الأول ضبطت النقطة على 6 متهمين بحيازة وتعاطي المواد المخدرة في بداية العشرينات من العمر، أثناء مرورهم بنقطة التفتيش وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة. وفي يوم آخر ضبطت النقطة على متهم أثناء مروره بالنقطة العسكرية بالساعات الأخيرة من الليل، ووجد بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدرة. وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة شرق المكلا الابتدائية حكمها بأحد المتهمين بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، والذي قضى بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات تحسب من تاريخ القبض عليه. ويذكر أن هذه القضية من ضمن القضايا التي باشرت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت بضبطها ورفع أولوياتها للنيابة العامة. دشن بالاستاد الأولمبي بسيئون أعمال مشروعي تجهيز المضمار وتأهيل قاعتين لكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون. وتشتمل أعمال مشروع تجهيز مضمار الاستاد الأولمبي على سفلتات المضمار لتهيئته لوضع الطبقة الأخيرة للمضمار من مادة الترتان الخاصة به. وتبلغ أعمال مشروع تأهيل قاعتين في الاستاد الأولمبي لكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون بتكلفة إجمالية بلغت 53,894 دولار، تنفذه مجموعة فودكاد للمقاولات. تتواصل المعارك بين القوات المسلحة الجنوبية والميليشيات الحوثية غربي مديرية قرطبة بمحافظة الضالع بمختلف أنواع الأسلحة والميليشيات الحوثية تزج بالعشرات من عناصرها بشكل انتحاري لاستعادة معسكر الجب والقوات الجنوبية تتعامل معها وفق قاعدة المواجهات، حيث أن راجمات الصواريخ الجنوبية تقصف التعزيزات العسكرية لميليشيات الحوثي القادمة من محافظة إب وسط تجدد للاشتباكات غرب مديرية قرطبة، ونزعت حوالي 820 لغما وعبوة مموهة خلال 6 أيام في مناطق شمال الضالع. هذا وكانت الميليشيات الحوثية قد شنت هجوما على القوات الجنوبية في 8 أكتوبر الجاري وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة إزاء ذلك. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمديرية قرطبة بمحافظة الضالع مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة. وخلال عملية التدشين قدم وكيل أول محافظة الضالع شكره وتقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم السخي ووقوفهم الدائم والمستمر بجانب الشعب في مختلف الظروف والمراحل والأصعدة. من جانبه أشاد مدير عام مديرية قرطبة أحمد البريسي بالجهود الكبيرة والدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات في مختلف الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية وغيرها. أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات المحررة. وقامت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات، والبالغ عددهم 1400 أسرة موزعين على 14 مخيما في مختلف مديريات محافظة عدن. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة، مقدرين لهيئة الهلال الأحمر جهودها في إيصال المساعدات لهم والتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة. تسلمت كلية الصيدلة بجامعة عدن حصتها من المساعدات الخيرية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي شملت عدد من الأجهزة الإلكترونية. وخلال عملية التسليم عبر عميد كلية الصيدلة الدكتور صالح الجفري عن امتنانه وشكره الشديدين لدولة الإمارات الشقيقة والهلال الأحمر الإماراتي لدعمهما المتواصل للكلية، مؤكدا بأن هذه المساعدات ستعمل على تسهيل عمل الكلية في العمل الأكاديمي والإداري، مجددا في الوقت ذاته الشكر لقيادة الجامعة لمتابعتها المستمرة
لتوفير احتياجات ومتطلبات الكلية. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قيادات في المنطقة العسكرية الثانية تزور نقطة بيخة غرب المكلا وتكرم المبرزين من أفرادها. تدشين أعمال مشروعي تجهيز المضمار وتأهيل قاعتين بالاستاد الأولمبي بسيئول. الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في العاصمة عدن. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.